وفرفشة وتغيير جو. مسابقات وحزوات وعلى الجو. اثنين زائد ثلاثة عشرة. وياكم لمتنا غير. مرحبا مستمعينا الأحبة بحلقة جديدة من برنامجكم، برنامج العائلة الموصلية، برنامج الشباب الموصلي، شباب لايف، اللي يأتيكم كل يوم من الأحد للخميس عبر IQ FM. ودائما نقول الأذن تعشق. على رمس عيونها قبلت هوا طرعني، على رمس عيونها قبلت هوا طرعني مني وقلبي هوا، وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي العشق ببيع الدواء، وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي العشق ببيع الدواء، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا يا باي يا مثل ما عودناكم أكيد مواضيع جديدة وأسئلة جديدة بحلقتنا وبكل حلقاتنا كل يوم من الأحد الخميس من السادسة إلى السابعة والنصف يوميا عبر IQFM على تردد 102.5. ومثل ما عودناكم وقلنا أنه مواضيعنا دائما تخص المجتمع وتخص العائلة الموصلية والعائلة العراقية، وأكيد هي من صلب المجتمع ومن واقعنا ومن يومياتنا. طبعا بما أنه موضوعنا اليوم عن الطب والخرافات في الطب وما يعتقده الناس وما هي الحقائق وكثير من هاي المواضيع وما علاقة الطب بالسوشيال ميديا ومواكبته لها، أكيد راح نستقبل ضيفنا لهذا اليوم الدكتور عبد الله شامل، طبيب ويعني انستغرامر أو يوتيوبر، يوتيوبر بالجديد. المهم أكو عدة مواصفات تخليك تنقل التجربة، تجربة الطب، وتنزل من برج عاجي يظنه الناس أنه الطبيب موجود بينه بهذا البرج إلى الناس وأسئلتهم وأجوبتهم بصورة تفاعلية جميلة، وكثير من هاي الأمور راح نحكي عنها. مرحبا بك دكتور عبد الله. أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا بوجودك معنا. فترة طويلة نحن متفقين على أنه هذا اللقاء يكون، واليوم كان تمام وأخيرا صار، يعني الحمد لله. زين، العتب هو علي من علي لو عليك بالتحديد؟ والله أكيد العتب عليك كالعادة يعني. أما هذا الآي بداية الاعتراف بالغلب فضيلة، خلي نكون صادقين يعني. بس الحمد لله أنا ما دام آخر مرة أعطيتك وعد أكيد جدا سعيد وأتشرف بوجودك معنا دكتور عبد الله. الشرف الشرف. وأنا متأكد أنه اليوم الحلقة راح نغني بها كثير من المعلومات، وأنا راح أستفاد بشكل شخصي مثل ما المستمعين، وراح نسولف سولف نسولف يعني. أكيد 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 أكيد. زين، بداية نريد نعرف منو عبد الله شامل. يعني أنا من الناس أتابع على إنستغرام، ما كلش يعني اتفاعل مع الناس اللي انا ما ملتقي بهم بالواقع، بس انا تفاعلت مع شخص اسمه عبد الله شامل على الانستغرام وصارت سوالف وصرنا اصدقاء. انا اعتز واتشرف بهذا الشيء. الشرف والله. ليش تابعتوك؟ انا اريدك انت تجاوبني على السؤال، ما انا اجاوبه. اوكي، يعني هو صراحه المفروض بالعكس انت اللي تجاوب، لان انت اللي تابعته وانت اللي لمست اشني الشيء اللي يجذب او اللي قربني لك بحيث انه تدخل معي على الخط. بس انا اللي اظنه من الناس اللي متابعيني، واللي ما بس انه اظنه وانما اللي شيء اعمل عليه وادرسه واقرانه واغشع فيديوهات عنه، هو الكوميونيكيشن سكيل
سكيلز اللي هي مهارات التواصل مع الناس. انه كيف انت تتوصل وتوصل فتشي في بالك للناس، ايش الطريقه اللي تقربك عليهم حتى تحسم او هم يحسوك انت بنفس المستوى معاهم، ما يحسوك انه انت اعلى من عندهم ومتحرجين انه يحكم معك او يظنون بك ظنون كثيره. فالنقطه الاولى انه لما احكي بلهجه المجتمع زين، احاول ما احكي كلام يعني بشكل عام انجليزي كثير، مصطلحات طبيه عميقه ما مفهومه فصحى كثير. والهدف من الاساس انه بانشاء الحساب هذا من انستغرام ولا بقيه الحسابات على تيك توك واليوتيوب هو موجه للعامه زين، وقليل من المحتوى موجه لطلاب الطب كمساعده يعني للزملاء. فالاساس هو للعامه، فلما نحن نعطي فتشي للعامة لازم يكون بلهجتهم، لازم يكون قريب لهم، لازم يكون بلغتهم ويسع فهم الجميع بحيث كلتهم توصلهم المعلومة. هو هذا الفكرة، أنه أنا أبسط الشيء للناس بحيث يوصلهم. تمام. تعرف أنت حضرتك دكتور بموضوع التسويق وموضوع السوق بشكل عام والماركتينج وغيره، عادة ينظر الشخص المسوق إلى حاجة السوق ومن ثم يطرح على أساسه حتى يلبي هاي الرغبة. أكيد طبعا أكيد. أشنو اللي شعته ناقص يم أو المجتمع بحاجة له، وأيضا الطبيب على حد سواء يعني توضح فكرة يعني خاطئة من الناس عن الطب وعن الطبيب نفسه تحديدا. بالضبط. أشنو الشيء اللي شعته ما موجود من الناس أنت قدرت تغطي هاي المساحة؟ بالضبط. أنا الأساس في عمل الحساب هذا أو غيره بقية الحسابات أنه أشتغل على جانب التوعية وفتشي يسمونه prevention اللي هو الوقاية زين. مثل ما نعرف نحن دائما الأساس الوقاية خير من العلاج. صح. من خلال دراستي بالكلية وبعدها من صوت طبيب بالمستشفى أشوف كثير من الشغلات أنه يحتاج له فقط توعية وتثقيف، في ظل أنه انتشار السوشيال ميديا وسبقونا الأجانب هذه الناحية من ناحية أنه كثير أطباء دخلوا لهذه الساحة حال وحال الانفلوينسرز كثير المؤثرين على الناس من أي ناحية. فلازم يكون جزء من هذا العالم السوشيال ميديا الافتراضي هو توعية طبية للناس حتى يأخذون جانب صادق وجانب خلينا نقول معلومات موثوقة زين. ما أي واحد هب ودب ينطي معلومات، كثير هسه نشوف صفحات عامة يشاركون مواضيع طبية زين، فأنا الصفحات قد تكون ما نعرف أصلا أساسها. فأنا من بديته كان الأساس أنه حتى كاتب أنه هذه الجملة أنه أحارب الخرافات والتقاليد. يعني أنا مشكلتي ما فقط أنه هسه الشيء الناس اللي أتشاركه، مشكلتي أنه أهلي وأجدادي بيش كانوا يعتقدون اللي حد الآن أشن على تعالج الحالات بطريقة خطأ بحيث تأثر على حياتنا وبشكل مباشر. ممكن اللي ما بالموضوع هذا أكيد ما راح ينتبه عليه، لكن نحن هذا من صلب شغلنا ولازم أكيد ننبه الناس علينا. قرأت قبل كم يوم فد مقولة لمحامي نشرها حتى يسوق لنفسه كمحامي، كلش عجبتني، راح أقول المقولة وأسألك بعدها. بس بعد هذا الاتصال معنا قاسم، للأسف فقدنا الاتصال بقاسم، نتمنى أنه يرجع يتصل بينا. قبل كم يوم أحد الأصدقاء محامي كتب أنا هنا لست لي يعني شلون أنه ما بس أريد أطلعك من الموقف القانوني أو المسألة القانونية اللي أنت وقعت بها، شغلي كمحامي أنا أحميك حتى لا تقع ب يعني كن واقعي حتى لا تقع بالمشكله اللي انت راح تصير بيها، هي ما قبل المشكله ما قبل وقوع ما قبل وقوع الكارثه. بالضبط. وقد تكون كوارث على الناس من خلال جهل بالقانون او ما شابه. بالضبط. والقانون لا يحمي المغفلين. بعد ما ناخذ اتصال اتمنى تجاوبني على هذا السؤال، انه انت دورك كنشر للوقايه مثل ما قلت للوقايه من الامراض او غيرها، هل هو يعني دورك الاكبر بالتوعيه للوقايه ام التوعيه تجاه الخرافات والامراض وشلون نتعامل معها بعد ما نصاب بها لا سامح الله، مو انه مو قبل، فاريد اعرف ايش قد النسبه بين هاي وهاي. بس بعد ما ناخذ قاسم. اوكي. مرحبا يا قاسم. الو. الو مرحبا. مرحبا قاسم. اشلونكم هاني؟ اخبارك صحتك؟ والله على الله. اشلونكم انت؟ نسال عنك قاسم، مو وين متصل بينا؟ احسك من الصحراء. أصلاً؟ من وين قد تتصل بينا؟ والله من الشارع ومن الازدحامات، قتلتنا قتلاي الازدحامات.
زين انت قيبلطون. زين انت برايك هذا الشيء ايجابي لو سلبي؟ هو صح ازدحام بس انت قلت قيبلطون. زين ما قبلك هو يجي بعد الصارع. زين ايش يعملون برايك؟ يعني ايش الحل؟ يعني كان المفروض شوية يستعجلون يشتغلون شفتين. هالشكل الحل. زين قاسم حتى يستغلوها وقت المواسم الزحام عجيب ما تشتغل شوية يستعجل عايز تهدلني والله كل الزحامات يعني ما يستعجل ويستعجل في قضية الزحامات وخشية ما يشتغل. زين اوكي عاشت ايدك قاسم. بس اريد اسالك سؤال، نحن بموضوع حلقتنا اليوم عن سؤال هو بالاضافه الى ضيفنا دكتور عبد الله شامل طبعا. الله يخليك. سؤالنا يقول انه هل انت تؤمن بالطب الكامل ام تؤمن ببعض الخرافات اضافه الى الطب؟ الموروثات اكثر او الموروث بالضبط. طبعا نؤمن بالطب احنا، والى جانب الطب هناك طب الاعشاب والنبوي، ولكن يعني اكو ناس ما تريد هاي الاشياء، ولكن انا اعتقد انه العلاج الطبيعي لا باس به والعلاج بالاعشاب. والطب النبوي ايش نوع هذا؟ يعني انه الرقيه مثلا الشرعيه او الاعشاب. تمام. زين عندك سؤال توجهه للدكتور عبد الله؟ لا لا الله يحفظه ان شاء الله ويحفظكم، يبقى تعالنا يوم تكبر يوم الفجر ما فيش حاجه زباد. تسلم الله يخليك، ممنونك، وصلت عزيمتك ونشكرك. الله يخليك، يصل ان شاء الله. تحياتنا القاسم. اكيد اكيد فتح صراحه خارج. فتح يعني مجال كلش كبير على مواضيع كثيره. نعم. ما اعرف اذا ابدي بيها لو اجاوبك على نجاوب على السؤال ومن ثم ننتقل الى موضوع اللي فعلا فتحنا افاق جديده علينا حتى نحكي بينه. اوكي بالنسبه لي حكيت على انه انا عاد اشتغل على موضوع الخرافات اكثر ولا التوعي اكثر، صراحه هي الاثنين ذا سيم يعني نفس الجانب نفس الطريق. لانه انت كثير ناس اوريدي اللي قدام كن انصابوا بمرض معين او عينصابون، واكو ناس لا، فاللي اوكي اللي ما عنده المشكله فهو عايستفاد من التوعيه، واكو اشياء لازم تحتاج دائما توعيه مستمره. كثير بهاي الفتره خاصه اللي صارت حول كورونا. يعني ما ظل احد ما نشر كثير اشاعات خرافات بدون اي دليل علمي. دليل وتثبت من الخبر صحة الخبر من إيش أشني مصدره. زين مثل ما صار آخر يعني شيء لمن ذكروا كل من راح يأخذ اللقاح راح يموت بعد سنتين ذكروا بروفيسور مع أو الإصابة بالعقوم أو ما شابه بالضبط يعني. فيعني الفكرة أنه مجرد مشاركة لصفحات عامة نحن أنا يعني أنا ولا حتى أكو زملاء من ناحية هذا الشغل بالعراق بشكل عام، بس أنا وحدي، بس أنا بالموصل خاصة صراحة يعني أعتقد أنا الوحيد يمكن ماشي بهذا الطريق. فبشكل عام دنعاني من إيش؟ من الصفحات العامة ما تتثبت من نشر المعلومات الطبية. أنا ما لي علاقة بالأخبار البقية، ممكن يجيبوها من مصادر موثوقة أو لا، كسياسة رياضة إلى آخره، لكن كطب هذا له علاقة بصحة الناس. صح. وإذا تشوف أنه بتماس مباشر مع حياتهم بالضبط يعني. يعني ما هذا الفكرة راح تنقل، ما راح يسمعها، ما راح يقراها أبو التاكسي، راح ينقلها للناس اللي راح تجي معانا، ونفس الشيء بالنسبة لي مثل الحلاق كورونا. وأي شيء أيش كل هاي المعلومات. فعن كورونا من سمع ولا تأخذ لقاح لأنه راح يسبب لك مثلا العقم أو راح يعمل عندك فلان شيء، أو كل اللي يلقحون هذا بروفيسور قاله أمريكي ما أعرف دراسات أمريكية ودراسات تقول أنه زين. أي بس لما تجي تثبت زين هون يجي دورنا نحن زين كأطباء ايش دورنا عادة بالفترة السابقة كلتنا نعرف الأطباء ما كان لهم تماس مباشر مع المرضى إلا في العيادات أو المستشفيات. ماكو دور مجتمعي قريب من الناس. وقت قليل جدا يعني يقضي الطبيب لو تجي يعني المثالي الطبيب ممكن يطول معاه نص ساعة، هذا المثالي إذا يطول معاه مثلا مع مريض أو مستشفى أو هاي، وهذا طبعا كلش كثير لأن المرضى كثار. صح. فالقصد أنه ما راح يقدر يعطي معلومات تكفيه أنه توعي حول مرضه نفسه ووقاية في المرات اللاحقة. زين فهسه تطورت الأمور ففتح مجال السوشيال ميديا لنا مثل ما فتحوا للبقية بالضبط. أنه نعطي هاي المعلومات ونسهلها للناس. ليش؟ لأنه راح تعود بالنهاية بالفائدة على المجتمع نفسه، لأن راح تقلل من أعداد مثلا الناس اللي راح تجي المستشفى. أبسط شيء الناس هسه شغلة
مثلا الخرافات مال ايش اذكر لك مثلا، فد يوم صارت يعني كانت تصير مشكله انه كل الناس تعرف مثلا زيت الخروع هو علاج لي الامساك. نعم زين اوكي، بس الناس ما تعرف انه لازم الحامل ما تاخذه لان راح يعمل عنده تقلصات بالرحم، ممكن انه يصير عنده اسقاط زين او اجهاض، او حتى اذا بالنهايه راح تولد زين. نعم. فلازم تكون على درايه انه لما اوكي ما صارت هذه حامل وانطيها قبل زيت الخروع وانا ما اعرف ايش السالفه مالته، فالقصد انه انا لما اجي انشر هاي المعلومه راح انقذ وراح اساهم في على الاقل اكو ناس راح تنقله للمعلومه تصل لبعض الناس راح تستفاد منه ما تقع المشكله بالضبط. زين، لانه اكو كوارث كثيره مثل هذه عتصير كان حلها نحن من تجينا الحاله بالمستشفى نستفاد وقايه بالمعلومه بس. بالضبط، بس معلومه بسيطه انه لا حرامات لك انك ما كنت عملت هاي الشغله او حرامات بس لو كنت عرفت انه هذه ما تصير تاخذها وهكذا. هذا يعتمد على كسلنا نحن ناس كسالى، نحن ما نريد نروح باتجاه المعلومه، تجينا المعلومة وما نريد نتحقق منها قبل نعمل بيها، قطعت عقلنا اشتغلنا عليها ما قطعت، تتلائم مع أفكارنا اللي هي أصلا أفكار كسولة يعني. بالضبط، نحن حتى نكون واقعين وصريحين مع نفسنا ومع مجتمعنا أكيد. نحن بهالطريقة وصلنا لهاي الحالات الكثيرة من تشوهات، من المشاكل الاجتماعية، مشاكل الصحية، المشاكل النفسية، كلها بسبب جزء منه يعود لجهلنا أكيد، لجهلنا يعني. ولكسل مثل ما أنت قلت يعني بكثير من الـ من الـ من الحالات يلا خلي أعرف فد شيء ما فد مهم وهكذا او خلي اخذ يعني خو ما اجدي يصير ما اشنو اجدي يصير صعب. اكو مشكله مال اجدي يصير، اكو مشكله انه فلان اخذها وصار مليح بالضبط يعني لازم فلان مشكله يعني خيال. يا جماعه انا ما افتهم ايش الناس عاد تفكر اوكي، بس انت اذا محمد اخذ فد دواء معين وطاب عليه اللي حاله معينه ما شرط انه انا راح اطيب تفاعلات وما جسمية وما شرط أنه أنا حالتي أكيد. نفس حالة محمد بالضبط. فيعني واحد لازم يكون واعي أكثر أنه يسأل زين، الولي يسأل أكيد ما يتوه، فيتجنب كثير مشاكل. والخرافات دائما لما نحكي عليها أكثر مكان بين خرافات هو الطب النسائية وطب الأطفال. يعني بين فد خرافات بشكل مو طبيعي يعني من هاي السقوة اللي مشهورة زين اللي ليه حد الان للموضوع الكوي او للاطفال بالضبط بالضبط شنو فكرته هاي يعني. اللي العطاب يسموها كل شيء يعني كثير عند اهل القرى عندهم هاي النقطه وتسبب لهم امراض مشكله يعني كثيره وده يجينا بالمستشفى يعني احنا ليه حد الان نشوف حالات تسمم وقزاز ونشوف حالات مال تسمم بالسقوه ليه حد الان طفل راح يروح يخسروه زين بس مجرد انه عالجوا الإسهال أو عالجوا فد حالة هم ما عارف يقولون صار عنده إسهال أو صار عنده فد شيء يابا إيش السبب شمشي زين إيش اشتم ما عارف إيش اشتم فعلاجه لازم يجيبون سقوة طبعا سقوة موضوع طويل باختصار وإيش السقوة إذا سمعيها والسقوي بالموصلي زين هي عبارة عن مواد كل حسب السقاية زين اللي هي تعمل السقوي هذه إيش راح تخلي بها مواد مخترعة يعني بالضبط تكون عادة عجوز أو شيء يشبه الصفوف يعني لو لا هو مثل الساحة أقول لك مكونات بعض المقتلك هو يعني ما بينه فد كونتينت معينة يعني خلطة ثابتة على الواهس على المزاج بالضبط صدقا زي. يعني هو المواد الأساسية اللي بينه بيض زين ني طبعا أكيد ومعانه أكو ناس تخلي باذنجان أكو ناس تخلي هي وصفه اكلي يعني لا اكلي تتونس بيها ما انك تتخلى يعني على الغاز تدخلون يعني المفروض على المواصفات لا ما بعد اقول لك هسه راح اجيك شغلات ما يعني ما حلوه اصلا يعني عذرا يعني معانا مثلا شغلات مع الحيوانات روث حيوانات بقايا روث يعني مال القنفذ زين او يعني فد شغلات انه صدقا يعني هي مش شكل مع خلطه مع في ايش يعني فد سوالف غريبه عجيبه زين يعني قلت لك على مواد حيوانيه على مواد بس نباتيه بس ممكن يكذبون الطب والعلم ويصدقون هذا الموضوع وبنسبه كبيره أنا ما نسبه كبيره بس يعني اكو يعني انت مشكله يعني التصديق نسبه كبيره لما يكون مؤمن بالموضوع يكون مؤمن بنسبه جدا كبيره اكيد انت لما تروح على شخص سواء رحت على طبيب او رحت على اي واحد انت مؤمن بينه اللي قدامه لا رحت علينا صح زين صح. فلما يجي الطفل خطيه كن صار عنده تسمم بمواد غريبه عجيبه زين ادحق اجي افحص غاسه فوق اليافوخ مالته اكو فد لصقه
عشان شغله الواحد هسه يجي واحد يدخل الاسقاط نفس الشيء زين وعبالك مضمد افتحها يطلع لك مع بلاوي سوداء حرفيا الوان غريبه عجيبه جابوا اشني هاي والله هاي سقوه من جبناها وما اعرف ايش يعني والطفل طبعا كن انشمر كن صار عنده كن صار عنده شغلات لانه هاي المواد قبل حتى قبل قبل على الدماغ زين او اكو منهم يخلوها بغير مكانات يعني بال 2021 هاي عاد احكي لك ايه 2021 2020 وين احنا بعاد كثير ايه والله والله يعني انا ليش عاد اقول لك يعني اكثر مكانتين بيها جهل هي طب النسائيه وتوليد وايضا طب الاطفال يعني بيها خرافات كثيره والناس لحد الان تمشي عليها المشكله اللي نعاني منها عاده بالسوشيال ميديا بشكل عام هي قابليه الوصول يعني اوكي انا ممكن اصل للناس اللي مثلا جنابك حضرتك او كثيرين هي اصلا مثقفين يحبون ثقافه لكن المشكله اللي انا مثلا ما اطيق اصل مثلا ابو القريه لانه مثلا هو ما يتابع هاي الامور اساسا صح. المشكله اللي انا اقترحه دائما انه على الاقل هذا او غيره من الناس العامه اللي ما يهتمون مثلا بهالمواضيع تطلع له قدامه من هو يتابع صفحه عامه صح. مثلا اي ما اريد اجيب اي صفحه اسم مثلا مصلاويه او غيره بس كثيرا اكو صفحات او جروبات بالفيسبوك ولا بالانستغرام المفروض على الاقل يتواصلون سواء مع اي طبيب معين لمن ينشرون شغله طبيه او صح. يعملوها فقره يوميه اسبوعيه هل يكون مثل ما يقدمون هذا المحتوى الترفيهي بالضبط. زين يكون هو محتوى طبي بسيط يصل للناس وتنبههم واستفادون يعني مثبت انه حقيقي وصحيح بالضبط يعني عباره عن خلينا نوصفها يعني لقمه جاهزه زين بس انه حتى ما بس انه يعطيك اياها حتى تلوكها لا حتى قبل تبلعها تصور لهالدرجه يعني انا بيحت لك لي قدام قريب عشرات المقالات او الدراسات حول هذا الموضوع في سبيل انه اوصل لك يعني انه هذا مختصر مفيد يفيدك او لا تمام راح ناخذ موضوع الطب النبوي وطب الاعشاب وغيرها لكن بعد ما ناخذ اتصال من حسن مرحبا يا حسن مرحبتين شلونك استاذ محمد شلونك صحتك والله الحمد لله حبيبي والله خوش موضوع على استاذ محمد جديات الله جديات يعني اكيد ما قلنا شاق احنا هم معاك طبعا احنا هم جديات عزيزي عزيزي حبيبي زين حسن برايك يعني انتم بالبيت تامنون بالطب الصافي النقي الطب الحقيقي اللي هو موضوع العلم وبس لو عندكم بعض من الشغلات يلا خلينا ناخذ هاي الشغله جربتها فلان بالضبط جربتها فلان وحده بنت خالة ام عمي وقالت مليحه ودنا ناخذ ان احنا بلكي هم نفس الحاله يعني انتم اي مهل تفضلون بالبيت والله تفضل مثل ما ادخل مثلا هاي قرايبنا اخذتها انا باخذ منها هاي هي ما طيبتها بس ايش انا قرايبه اخذت ايام بتاخذ يعني الموضوع مقاصطه يعني لا موضوع تجربه لا تجربه اكبر برهان ما هي هون النقطه اللي تشجع الناس انه يعني يعملون اي شيء انه اخذته صارت مليحه تجربه هي تجربه قدامك بني ادم اخذوا لهذا الشيء وطه صار طبيب صار العفو يعني طاب يعني فلازم انت المفروض من تاخذه صح. تتحسن زين حسن صارت فقد يوم لا سمح الله فد نتيجه سلبيه نتيجه هذا الموضوع يعني او فد حاله تاذى بيها احد بغر اخذتم فد شيء يعني ما تعرفون عنه شيء استاذ محمد كمره نعرف ناس اخذوا علاج مالقالون هم اخذوه زاد القولون مالتهم هذا تعرف زيت الكمون يعرف زيت النعناع على وصفه واحد هم من القرايب يعني واحد خير نعم ما راح على عشاب او مثلا واحد يفهم إذا حق قصت أنت ذكرت هالنقطة ظل معانا على تابعنا على الراديو سمعنا وغاح أقول لك فت قصة زين على نفس الموضوع يعني غاح ما فيها مضحكة لو مبكية ما أعرف يعني صراحة على نفس الموضوع هذا راح تسمعه زين حسن عندك سؤال الدكتور عبد الله والله هو مختص بالأعشاب ولا بالطب النبوي حسن أنت معانا لو علينا لا ما بضحك والله عايز تيدك يعني ما عندك سؤال او فد مفهوم خاطئ تريد تاخذ منه معلومه حتى تصحح هذا المفهوم لا عندي سؤال الزنجبيل يعني يفيد للقولون والله ده حق انا بالنسبه لي هاي شغله معشبين انا شغله المعشبين شغله عامه يعني انا لما اخذ الزنجبيل اشبي مواد بالضبط زين ممكن تفيد شغله تضر شغله زين تراكمات على المستوى البعيد اشرح يعمل صح شلون لكن اكو شغلات يعني مباشره ممكن اذا تاخذها يعني كنت نصحوا بيها مثلا انطيك مثال لغير اشياء انت حسن تسمعنا
نعم راح ظلت طبعا احنا ما نريد نطول عليك، راح يجاوبك نعم. دكتور عبد الله على هذا الموضوع مال زنجبيل وموضوع اللخ مال القرايب وهاي على على يعني على المحني واللمي وبناخذ هذا الدواء. اوكي حياتي لك دكتور، اهلا وسهلا عزيزي، تحياتنا لك حسن، شكرا لك. نعم ايه على نفس هاي الشغله اللي حكاها، انه مثلا اكو اشياء أنا كطبيب أنصح بها لأنه مثبتة علميا عليها دراسة أعرف آثارها الجانبية. أنا هوني مشكلتي، أنا بالنسبة لي المشكلة مع المعشبين أنه بدون ما يأخذون سايد افكت، أنا أغشعه شغل عشوائي، ممكن هي ممكن يعارضون هذا الشيء زين، لكن أنا هذا اللي أغشعه. ليش؟ لأن نفسي راح أذكر لك هم إن هذا المثال وراح توشع. بس أنا لما مثلا أجي أنصح أقول لك يابا أنه أوكي أنت صار عندك مثلا حموضة فلنفرض زين، ايش راح تاخذ عاده اذا صار عندك حموضه انت بالبيت؟ يعني ما تخلي تصير عندي فما اعرف يعني مثلا زين 7 بالضبط يعني الغازيات مشروبات غازيه 7 ممكن يفيدك، بس يعني اكو شيء بالبيت تقدر تاخذه بدون يعني مثلا بالمطبخ. مثلا انا لما انصح اقول اوكي اخذ الصودا بيكنج صودا اللي هو البيكربونات الصوديوم المكون ماله اللي مشهور زين، هو هذا مكون قاعد، انت عندك حموضه تاخذها تشربها امورك بالسليم زين. انا لما انصح بهذا الشيء زين علينا دراسات بالضبط زين، جابوا ناس بالضبط علينا دراسات يعرفون ايش اشقد المقدار ايش راح يعمل مثلا بالمستقبل كذا هاي. بينما انا لما انصحك مثلا بالزنجبيل بالكذا هي اوكي هي اشياء مفيده، لكن ايش قد المقدار ماله؟ انيا مفيده بالضبط، ايش قد المقدار ماله، ايش قد تستمر عليها الى اخره. هاي الاشياء غير معروفه التاثير زين او عشوائيه. النقطه اللي حبيت اذكرها كقصه، فديوم صعدت مع ابو تاكسي نعم زين، فا اوكي انا دائما ما اقول لا انا طبيب ولا اكل شفاء فنسولف وهي تطلع الشيء ما يقولون الفتشورات كلها تطلع الفتشورات زين. فيوم من الايام طلعت مع بتاكسي قال لي انا خشاني من السوق اللي يم بيتنا قريب، فقال لي ان اكو هوني معشب هذا ايش سوى بي وليش حجي سولف. قال لي والله أني عندي حصى مال كلى وهاي دائما تصير عنده في خطأ يعني، بعدين ما بعد ما حكيته معانه هو من المرضى اللي دائما ترجع عندهم الحصى، يعني هذا شيء جيني زين أنه قبل ترجع عنده حتى يعمل عمليات حتى يأخذ كل الأدوية، فتعرف هو مل من الأدوية مراجعة الأطباء فراح المعشبين. وأنا بالنسبة لي لما يعجز الطبع عن شيء أطرق أي باب، بالنسبة لي أنا عندي هاي القناعة أطرق باب الطب زين، إذا ما فلح أي شيء رحت عملت أي شيء من ما صار أوكي روح على معشب روح على ساحر روح على... أنا بالنسبة لي عندي هالقناعة زين. بس بالبداية خلي الأولوية للعلم زين. فأوكي لما روح على المعشبين قال عطاني هذا المعشب اللي هو قال لي عليه إنه قال لي عطاني فتشي اسمه حجر سيناء. قلت له من اسمه هو مليح يعني، هو المفروض مليح يعني جاي من سيناء يعني ما مليح. فقلت له زين أشني هذا؟ قال لي والله دكتور هذا عبارة عن حجر يعني عادي. قلت له وعدين؟ قال لي هذا نطحنه نظل نطحنه وبالأخير يطلع بينا مثل اللي يظل آخر شيء الغبار مالته زين، ونخلينا بالماء ونخلطه ونشغبه. قلت له عجيب عندك حصة تأخذ زين والله العظيم. قلت له زين وبعدين؟ قال والله عينك ما تشوف إلا النور، هذاك اليوم قبل شهرين على الطوارئ صار عندي نار بطني زين، وهالمرة صار عندي تسمم زين بالأمعاء وصار عندي بلاوي زرقاء قولت هذولي. فاللي صار يعني أنت أوكي هشني القناعة اللي وصلت بحيث تروح تخلي حجر تطحنه وتخليني بالماء ترجع تشغبه وانت عندك حصة يا يعني. جماعة ولا عاد الحصة زين، أنت يعني مدام قال لك حجر سيناء يعني هو هذا الشيء الشافي من كل شيء. فصراحة يعني بوقتها هو كانت حالته مؤلمة بحيث وصل لي هاي الشغلة. قالوا من ذاك اليوم توبت بعد يعني أروح على معشب زين. فالقصد أنه أكو كثيرين يستغلون حاجة الناس زين بهاي الطريقة الغريبة زين، وما أنه أي شيء واحد يحكي لك معناه تتصدق وتأخذ بينه، خاصة يعني أكو أشياء يعني غير منطقية. حتى لو كان هذا الشخص يعني وضح لك أو بين لك بأنه يفتهم
هو ما بالضرورة أوكي أكو فد مجال معين هو فاهم بينه في مجال اختصاصه بالتاريخ الحديث بالآثار بالجيولوجي غيره 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 بس ما بالضرورة بالطب هم تكون عارف لأنه ما معقول تعرف كل شيء أنت بالضبط. فحاول مواضيع أنت ما خصك بها يعني لا دائما أنت تكون أنا أعرف وأنا عندي المعلومة وأنا عندي لأنه أنت قد تكون سبب في أذية شخص آخر قد يصل إلى مراحل يعني لا سمح الله الموت يعني ممكن صحيح. إذا أعطيت معلومة خاطئة وشخص يثق بيك يعتبرك محط ثقة ويعتز بيك وأنت فاهم وعاقل بس هاي المعلومة خطأت بها يعني. ده أستاذ محمد أنا الفكرة إشني أنه أعتبر الطب والإفتاء بينه بقدر خطيئة الدين والإفتاء بالدين بالضبط زين بالضبط كلاهما يعني ما يؤدي للموت في أخطاء معينة زين أخطاء يعني. كارثية يعني أسا الناس متعود كثير صراحة أن تفتي بالدين من غير علم كيف عمل فلان شيء هذا حلال هذا حرام بالضبط نفس الكارثة تصير بالطب أنه أنت خذ فلان دواء هذا مليح هذا مليح أنا جغبتونه أو فلان جغبه أو خذ فلان فلان علاج أو يعني كثير أشياء زين تنتج عنا كوارث طبعًا. كوارث طبعا كثير من المواضيع الطبية وغيرها راح نحكي بيها بس راح نروح فاصل يلا. أول فاصل بالحلقة يمكن صرفنا وتعبتوك كثير راح نطلع فاصل أوكي. مستمعينا من بعد نرجع نكمل مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عبد الله شامل طبيب وانستغرامر الحالي دكتور جدا وسعداء جدا بوجود ضيف حلقتنا اليوم دكتور عبد الله شامل حبيبي يعني بالعودة إلى موضوع الطب والسوشيال ميديا أكو فد تكنيك اعتمدت بينه على أنه أنت بالبداية حتى تطرح موضوع معين بس اسمه حتى الصوت يكون أنقى شوية حتى أوضح شوية أحكيها عادي كمان يعني تعب أنا ما أخذ راحتي وما متعود أنت فالموضوع طبيعي حتى تطرح موضوع معين وتعرف الفيدباك علينا من قبل الناس فتقوم تطرح سؤال بالانستغرام تحديدا بالضبط. واللي عادة أن يطلع لك نسبة المؤيد إن كان سؤال اختياري نعم أو لا فيقول لك 80% نعم و 20% لا مثلا يعني بالضبط. أو سؤال وتأخذ من الإجابات تبدي تنشر عنه ومن ثم تجاوب الشيء العلمي الأكيد حول هذا الموضوع اللي اختلف عليه كثير من الناس وكل من يجاوب بطريقته أو حسب ما هو فهم يعني أشنو البيانات اللي أخذت منها خلال يعني خلال فترة عمل بالسوشيال ميديا لا تقل عن 3 سنوات بالتحري والتقصي وهاي الأمور تقريبا إيش قد طلع عندك نسبة أنه مثلا الناس لا يعني نسبة جهل عند المجتمع بدرجة معينة كعينات خلينا نقول نسبة وعي نسبة معلومة خاطئة تصححت أشنو اللي طلعت منه من خلال هالـ3 سنين اللي اشتغلت بيها بالسوشيال ميديا أوكي بداية أنه السالفة أو المتعلقة بالموضوع النسب هذه متعلقة بالموضوع نفسه أكو مواضيع
يعني خلينا نقول شائعة. الصوت يمكن ما أعتقد. تمام يلا. أوكي. هسه مضبوط. إيه. أكو... تسمع صوتك مرتين. أوكي. أكو نسب شائعة زين. مواضيع شائعة العفو. فالنسب مالتها راح تكون أكيد باتجاه الإيجابية أنه أنه الغالبية الناس تعرفها. زين. لكن أكو مواضيع بالعكس ما كن حكت. ما مطروقة. ما مطروقة. أو يعني المشاعنة هو هذا. فالكل الناس لما تجي تعمل نسبة. ما حد يحب يحكي بها نوع من التابوهات. يعني والله أنا هذا شغلة التابوهات. يعني ممكن واحد من التابوهات اللي حكيته عنه لحد الآن كثير وأكثر من مرة يعني سألوني عليها أجاوب هو شغلة المشاكل وأعراض الدورة الشهرية زين عند النساء. هاي الموضوع صراحة بينه أيضا مثل ما قلت لك ما دام شيء عائد لطب النساء والتوليد فبينه كثير خرافات صح. وكثير أشياء ليش لأنه ما حد ما يحكي بينه صح. فالبنت راح تاخذ المعلومه من والدتها والدتها تاخذها من جدتها والى اخره هاي السلسله في نقل المعلومات واللي هي مصدرهم الله اعلم صح. زين فتنتج عنه مشاكل كثيره صراحه انا عندي كثير مواضيع يعني تابو ما حد ما يقدر يحكي بيها لكن انا اعتبرها سلاح ذو حدين ولهذا لحد انا متخوف صراحه بها ما اعرف المجتمع الى اي حد ممكن يتقبلها. اوكي هذا الموضوع جاء علينا فيدباك حلو ناس نشرت المعلومات تحسنت يعني ابسط شيء محد ما يعني بنات زين اللي هي ان شاء الله تخصم ما تعرف عدد الطبيعي لايام الدوره الشهريه المفروض كل اشقه طبيعي هل انه صاغت كثيره ما ماجت لو انه لا هسه صاغت شيء غير طبيعي زين عم تجي اكثر من وقتها فهاي الايام ابسط شيء ما يعرفون زين ليش لانه ماكو ثقافه والوعي بهذا الموضوع لانه البنت يعني تخجل ان تسال يعني والدتها زين ولهذا يعني دفعا لهذا الشيء ايضا راح يتحرجون اكيد يسالوني طريقة مباشرة على الانستغرام حتى لو كان حسابهم يعني وهمي زين وما يعبر عن هويتهم الحقيقية أكو منهم يسألوني أوكي أكو منهم يعني عملتوا الصفحة هاي ما يسموها صراحة أو فتشي اللي هو سؤال كمجهول اللي هو بالضبط موقع التلونيم ما يبين موقع التلونيم أي أنه تبعث لي أنت سؤال كمجهول زين أي موضوع أنت يعجبك وأنا بالوقت المناسب كل ما يصير عندي وقت وكذا وهاي أرد عليهم. أكو شغلات أنشرها للعام على الانستغرام أرجع وأكو منهم موجودة منشورة على موقع مالتي بالتلونيم ترجع يعني بكيفك أنت تقعد التوشعة أو لا إذا متابعني راح تطلع قدامك بال الموقع هذا نعم. فهذه الشغلة فتحت الباب لكثيرين صراحة أنه يعني تخطون هذا حاجز الخجل ويبعثون مشاكلهم. أكو كثيرين حتى تصور الخجل مالتهم ما يروحون على طبيب وللعلم ما بس شغلة يعني نساء وهاي لا حتى ممكن أكو مثلا رجال أو شباب عندهم فد مشكلة سواء مشكلة تناسلية أو مشكلة مثلا جلدية أو أي شيء مرات شغلات زين قال لك أنا أستحي أروح الطبيب يفحصني وكذا ومن هاي الأمور إيه فيغيد له بديل. أكو صراحة شغلات يعني تنحل بالرسائل وأكو شغلات لا والله يعني لازم شوفك طبيب اختصاص فأنطيهم على الأقل الطريق بدايته حتى يعرفون إيش يعملون. فصراحة بهاي الشغلة أوكي يعني مشيتوا بها كثير لكن قلت لك أكو كثير مواضيع لحد الآن ما أقدر أحكي بها ليش لأنه حتى لو يجيني أسئلة عنها بالمجهول ما أنشرها بالإنستغرام صراحة من ضمن التابوهات من ضمن التابوهات ويجي احتمال يعني ترجع بأثار سلبية ممكن عليه حتى تمام. راح نرجع على موضوع الفيدباك من الناس وأشقد عطاك صورة أوضح عن المجتمع بالرغم من أنه أنت من هذا المجتمع بس صورة أوضح بمجال المعلومات الطبية والثقافة بالضبط. الطبية راح نأخذ اتصال من بعد نرجع نكمل هذا الموضوع. مرحبا يا ريم. أهلا مرحبا شاكس أستاذ أهلا وسهلا يا ريم شونكي. الله يحفظك تحياتي لك ورفاقك الكريم. شكرا تحياتنا لك. ريم انتم يعني اي طريقين تسلكون في بيئتكم بيتكم بمجتمعكم ضمن اقاربك طريق العلم والطب لو طريق الخرافات والموروث؟ لا والله يعني واحد يراجع مثل الدكتور هذا يعني وانا بات واحد يقول فلان علاج او فلان يعني من بالعشاب هذا يعني كله انا اشوف يعني خطا. بس عندكم بالبيت هاي الأمور مثلا بعائلتك أكو أحد لا يفضل موضوع الأعشاب والطب النبوي وغيره على موضوع الطب؟ والله كان عندنا الوالد دائما يعني نجيبه تحقنا وإذا ما الطبيب يعني يعاينه ويأخذ فحوصات يعرف العلاج اللي يحتاجه هو شنو يعني
فمن أيوة. بعد هاي التجربة لأنه ما فاد أو ما جاب نتيجة قمتم تتجهون إلى الطبيب؟ يعني موظفة صارت إله والله. أها بالضبط. أيوة. زين كان يعني كان درس بالنسبة لكم؟ الدكتور وين حياته دوحتي راجعه؟ أنا حاليا فقط أداوم بالمستشفيات صراحة، ما عندي اختصاص، فقط الأطباء الاختصاص عندهم مستشفى يعني عياداتهم الخاصة. زين فأنت مجرد أنه إذا تابعين على السوشيال ميديا إذا عندك أسئلة مجرد أنه أقدر أجاوبه. اي يعني اذا عندك انترنت اوكي ممكن اقدر اتواصل معك. او اذا مثلا عندك فد مشكله معينه اقدر اعاونك او اوجهك على الاقل للطبيب، اسهل لك الطريق للطبيب اللي انت تحتاجينه او تحتاجه حالتك. اكيد والله احنا في اسرع الانترنت موبايلنا عادي ما نستعمل. تمام. تعرف هذا في اسمع مشاكل كثيره هذا. اي والله الحمد لله مستعملين هذا الموبايل العادي. يلا لا بس. زين ريم عندك فد سؤال معين توجهينه للدكتور؟ تحياتي لكم. شكرا لك يا ريم، تحياتنا لك وتحياتنا لاتصالك اكيد. ويعني راح نرجع للموضوع الصوره العامه عن المجتمع عن المعلومات الطبيه وبايش فادتك وليش اختارت هذا الطريق حتى تبدي بينه كسؤال ومن ثم تجاوب الناس. يعني بشكل عام لما اختاريته هذا الشيء قلت لك اللي دفعني هو وشعته بعيني قبل لا ادخل الانستغرام، خصوصا لان هي بدايتي كانت بالانستغرام. قبل لا ادخل الانستغرام وشعته بعيني كميه الناس اللي عاد تتاذى او اللي عاد تدفع ثمن كثير شغلات بسبب قلت لك قله الوعي. ف لما دحقته بالساحه منه موجود عي يعمل توعية طبية للناس، عي يعطيهم بعض الفوائد والشغلات، ماكو حد يعني كأهل الموصل حد ما كان دخل. لأنه تعرف الأطباء السينيور اللي هي الكبار بالعمر واللي صار لهم اختصاص كثير أول شيء ما عندهم وقت، وحتى اللي كرسوا لهم وقت ما عندهم هذا الطاقة التفاعل مع الناس اللي هسه جديد اللي ونحن من جيلنا. صح. زين ف دخلت بالموضوع ما كلش عنده مرونة بالتعامل معها، ما تقدر تتعامل معها بالضبط 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 ينغادل يعني هسه لما انا دخلت لما تدخل ما فقط انه اوكي انت تصير تنزل معلومات هالشكل كتابه انه لا لانه تحتاج الناس بدت صراحه تمل ما تمل لا تريد فد نوعيه شكل معينه. يعني مثلا ما يريد انه يشع بوست مجرد انه قراي ما حيصل، يعني انت راح تجي تقرانه تمل اشني هذا راح تعبوه اصلا راح تعمل له سكيب. بينما لما حتى اسلوبك انت لما تقدم انا قد يكون اسلوبك مطول وممل والمعلومه على ما احصل عليها راح تحكي كثير فانا راح اختصر، لا اريد شيء سريع بالضبط معلومه سريعه ودقيقه اريد الزبده من الاخير. فالقصد انه لازم تدخل دوره او لازم تطور نفسك وتقرا وتوشع فيديوهات بهذا المجال حول انه كيف تصنع محتوى سواء بالإنستغرام صوري أو فيديوهات سواء بالإنستغرام أو باليوتيوب أو بالتيك توك. وكل منصة لها محتواها الخاص، يعني طريقة تقديم الفيديو، مدة الفيديو، طريقة تقديم البوست، الصورة إيش تتكون، الكلمة وين راح تخليها، الحجم مع الكلمة، الصورة، الشغلة ليش تجذب أي جملة حتى تكون مثيرة من الناس تجذب وإيش قد راح تكتب بيها. فهذا كله صح. يعني بحيث خلاني أنه فوت أو شع فيديوهات عن المونتاج، تعلمت مونتاج بسيط على قد أنه أطيق أني أمشي هاي الشغلات كيف أصور كيف أنه أعمل ترتيب لي البوستات هذه. صراحة في تطور يعني بسيط لا بأس، بحيث جاب تفاعل بعد ما دخلت هاي الأدوات واستخدمتها الاستخدام الصحيح. قلت لك لأنه الناس حاليا غالبية من الموجودين على السوشيال ميديا يقدم محتوى ترفيه. زين أكو منهم يعني أوكي أشرشع قدامي أقرأ وأستمتع، لكن أنت لازم من تجي تقدمه ما يكون محتوى ثقيل، يكون محتوى خفيف ويقدم لك قبل المعلومة سريع. وسريع. زين فنركز على هاي الموضوع وماشي. بس من كنسب اللي موجودي بالسوشيال ميديا صراحة الكثير الغالبية خلينا نقول يعني 80% 70% عندهم يعني ابتعاد كلش كبير عن هذا الثقافة الخاصة بالمواضيع الطبية أو كذا اللي يحتاجونه. أنا دائما لما أحكي ما أحكي أنه أنت راح تصير طبيب نفسك زين، ولا أحكي أنه أنت راح تتعلم على كثير من الأمراض وإلى آخره، لا لا، أنا أريدك أنه تعرف لي
أشياء محددة زين تفيدك أنت بالحياة اليومية، زين الأشياء المفيدة لأطفالك كأكل كحليب كأشياء أمتي أبدي أمتي لا أعطينه مثلا الملهية لو لا حتى بالتربية والتربية الطبية بالضبط. هاي 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 من ضمن الـ 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 من ضمن شغلنا أيضا زين كطب أطفال زين. ف لازم أنه تعطي للناس توعية حول هذا الموضوع. صراحة الناس ماشي قلت لك على عماها أو ماشي على الموروثات، أنه أنا إذا ما أعرف كأب أسأل أمي أو أسأل أبوي أش أعمل بالضبط عند التجربة بالضبط بس ما شرط أنه التجربة طلعنا نحن يعني مثل ما نحن أوكي. فلازم نحن نسألم أي أوكي تسألم لكن إلى حد معين أكو أشياء لازم تتصحح زين. فقلت لك يعني الموضوع هو بالتالي نسبي مو مطلق بطلع. التربية اليوم تختلف عن التربية بالثمانينات، التربية بالثمانينات تختلف عن الخمسينات أكيد. لازم أكو تكيف طبعاً. مع الظروف اللي موجودة فما هي التجربة ننقلها مثل ما هي بالخمسين تجي بال 2021 ننفذها وأغيد نفس النتائج بالضبط. ما أكو أكل حكي أكيد نفس الشيء ينطبق على الطب بالأمراض وغيرها أكيد والمشكلة بالطب أشني أنه دائماً فيه تحديث وتطور فلازم أنه أكو بعض الأمراض تواكب يعني بالضبط لازم الطبيب يواكب نفس الوقت أكو لازم الناس أيضا يعني تتعلم أكو أشياء مثل ما كانت واضحة زين جاء العلم موضحة فلازم على الأقل تصل للناس زين الشيء اللي يفيدهم اللي يحتاجونه زين. برأيك يعني كل ما قد يزداد التقدم والتطور قد تزداد المشاكل بالحياة، يعني نخترع شغلة تقوم تطلع لنا غير شغلة فتعقد لنا الحياة، يعني بالرغم من أنه اليوم قبل كانت الأمور ما كلش متوفرة والتفاصيل حتى أعيش حياة حلوة كانت صعبة، ما لا غسالة مواعين ولا مبردة ولا ثلاجي ولا مجمدة ولا بانكة ولا سبلت ما صح تمام صح ولا سيارة صح ولا هاي الأمور صح. بس كانت الحياة ليش أبسط؟ يعني أنا أريد أفهم هذا المقول. نفس الشيء بالطب لما كانت الأجهزة ما متوفرة كان الطب بسيط، كانت الحالات يعني إيش يعني هل هو يعني إيش أقول لك تناسب عكسي يعني تناسب عكسي أو طردي لا لا يعني. لا لا أكو حسب الشغلات معينة يعني أعطيك مثال أعطيك مثال يعني أنت تعتقد أنه إيش قد يصير تطور بالأمور الطبية والدراسات والاختراعات زين على مستوى الأجهزة زين ايش قد راح يصير اكو مشاكل لا هاي الناحيه هاي الناحيه لا يعني بيوم من الايام كتب دكتور وليد الصراف شاعر معروف الاصلاح اكيد الشاعر الدكتور وليد الصراف تحياتنا له وهو طبيب أكيد. اطفال طبيب انف واذن وحنجره انف واذن وحنجره سوري صح ما اعرف ليش دائما اربط على الموضوع المهم كتب يوم من الايام انه انتهى عصر الخوف من الضباع وقطاع الطرق والقتل، يعني الناس كانت تخاف انه تموت بهالطريقه ما كان خوف من مرض، كان الطاعون الاوبئه اللي تنشر وتقتل لفت 50 مليون هكذا على حين غفله وكان من بالضبط يعني اغلب الخوف هو من يعني الحيوانات الليليه او الوحوش او غيرها هذا اليوم انتهى، اليوم صار الخوف دائما دائما الانسان بخوف وبقلق وإذا وجع غاسه شوية قال بس لا يا ستار ما تمام بيا ذاك الشيء ما تروح يعني تخيل نحن أكو توعيات كل سنة بشغل 10 دورية على مود سرطان الثدي هي إذا طلعت لافت شغلة معينة لا تروح تفحص لا تصدم بأنه هي بيها هذاك المرض ما تمام فصار هذا الخوف هو اللي فعلا قيبث الأمراض بينا قد ما نحن لا خلي نكون يعني اللي يخاف من الموت يموت من الخوف صح صدقت لا صدقت أنا معك بهاي النقطة صراحة خلينا نكون واضحين اكو فشغلة الناس كثير يعني يغفلوها لما يقارنون الازمان انه لا تنسى انه بذاك الزمن ما كان اكو فشيء اسمه بحوث ما كان اكو فشيء اسمه احصاء زين لما دخل علم الاحصاء بالعالم غير المفاهيم غير المفاهيم كلته انت راح تعرف بالضبط ايش قد عندك ناس عاد تتمرض بهذا الشيء وايش قد ناس عاد تموت بهذا المرض او من وراء هذا الشيء من وراء حوادث السيارات من وراء مثلا الـ حوادث الطيارات الى اخره القصد اشني انه لما نتقارن لازم يكون مقارنه منطقيه وعادله صح. لانه قبل منو ما يقول لك اكو ناس كانت كثير تموت من شيء ما يعرفون من ايش ماتوا صح وصل ل 20 سنه ومات ما يعرفون ايش دي بس هسه لما صارت البحوث لما صار اكو هسه بس تشخص الحاله اي هسه عاد تشخص الحاله فالناس ايش راح تقول؟ راح تقول يا جماعه والله فعلا هذا اخر الزمن وهذا عاد تطلع امراض نحن ما كنا نعرفها قبل هي كلها ما كنا نعرفها هي فعلا ما كنا نعرفها ولا حتى الطب كان يعرفها بس ايش الفكره؟ انه هي كانت موجوده
بس ما كانت الناس تعرف ايش هي، ما كان لها تسمية بالضبط، والناس عتموت من وغاها والناس ما تعرف ايش هي. زين، فكان مجهول فقط هذيل من الامراض المعروفه قليلي، فهسه كثرت عدد الامراض والاسماء والهاي الاخره، فنقول اختلف الزمن. وكل ما تطور كان عنده 13-14 ولد، اربعه منهم ماتوا هي ما نعرف ايش السالفه، سنتين وماتوا بالضبط، والموضوع وراثه عندهم الظاهر، قالوا بالضبط. من جد جدا عندهم يعني اكو كارثه من الكوارث. احكي لك هي على شغله ايضا من باب التوعية ومن باب أنه صراحة لازم في بعض الحالات ما تكفي التوعية، ينغاد لها تدخل من الدولة. مثلا حزم بالضبط بالضبط، قانون يحاسب. زين، مثل شغلة الـ الولادات. زين، والضبط مالته وقانون ايش يسمونه مالته الشخصيه لا مال 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 انه ما تجيب اكثر مثلا من ولدين او ثلاثه، تحديد النسل. قانون تحديد مثلا قانون هذا بالايش بالقانون بالقوة. زين، ما بينه مجال. فأكو شغلات أيضا نحن على مستوى الموصل خاصة ومنتشر والناس ما عاد دير باله لي حد الآن. تصور شغلة الثلاسيميا وشغلة أمراض الدم البقية، زواج الأقارب والزواج، ما بس الأقارب، الزواج حتى من مرات مثلا ما من الأقارب بدون فحص، ما متوافقين، ما يفحصون. هاني المشكلة يا جماعة، يعني نحن 2021 لحد الآن أكو ناس ما تفحص، تزوج قبل. زين، بس انت وين راح توشعهم؟ راح توشعهم بالمستشفى. صح. يعني انا اتذكر كان اكو حاله طفل عمره 8 سنوات جاي بالمستشفى الاطفال انه كان صار عندك عمليه ما النزيف خلف العين. اشني السبب؟ كل لعبوا الاطفال، واحد كان ضغبه بفتشي على عينه فصار نزف خلف. زين، اوكي، ليش صار نزف خلف؟ سألتهم كذا هاي، بعدين من جيت أخذت من المعلومات أثار طلع عندهم مرض يسمونه فونو لبران ديزيز، اللي هو اسم عالم ألماني. زين، مرض وراثي، مرض وراثي نزف. زين، فهذا الشخص من ينطخ زين راح يظل ينزف، اللي هو شبيه بالهيموفيليا، بس الهيموفيليا فقط يصير بالذكور. زين، الهيموفيليا نزف الدم الوراثي، لكن الفونو لبراند هو يصير بالإناث والذكور. عادة هذا بينه فحص وبينه تاريخ مرضي. يعني لما جيتوا سألتوا زين أوكي إيش الصيغ للأم، إيش الصيغ بالنسبة للأب؟ والله بنت خاله ما أعرف، بنت عم، بنت خاله وعم بنت خالته كانت هكذا من جهة الأم. زين أوكي، السؤال اللي أتعس من بعده قلت له زين أنت أكو حالات مشابهة الأخوته؟ قال إيه والله أنا عندي شو اسمه أخ يعني أكبر من عنده هم عنده فونو لبراند، والأصغر هم من عنده أكو واحدة لخم فونو لبراند. زين أوكي، يعني يا جماعة أنت أوكي ما فحصت وزوجت، لما عرفت أنت ليش مستمر في الإنجاب؟ أول بالضبط، أول حالة وأول ولد بينه مشكلة وأنت ما عندك القدرة. زين، وتعرف يعني أنه هاي لما رحت على طباء قالوا لك أنه هذا كوي أنت راح يجيك أولاد احتمال نسبة تقريبا 50% ممكن يصيرون بس نزف. هو مصر على الإنجاب. زين، وعيدفع ثمنه، يعني مثلا الطفلة هاي ما تقتروح بالمدرسة. صح. لان راح تظل تلعب، راح تقع، راح هاي نحن ما نحس بها، نعمه كلش كبيره. صح. زين، ولما تجي يعني تدرسها كشغله فتشغله يعني كلش معقده وفتشغله يعني اكو خلل بفتشي كلش ما يعني ما تتصوره. زين، كلش صغير. زين، فصار عنده نزف. هاي الطفله قال والله نحن نعلمها بالبيت، طبعا كالعاده يعني عائله فقيره. طبعاً. زين، نحن نعلمها بالبيت ويعني تعليم على تعرف يعني. يعني هي 8 سنوات المفروض يعني بالثاني ابتدائي، يعني تعرف تعد للرقم 30 كان اتذكر لي حد الان، ويعني تعرف تحكي وكتابه يعني بعد يعني وهكذا. فخسرت فد شيء وانتج لك جيل ما راح يكون عاله على البقيه. طبعا راح تتزوج هي هاي الطفله واحد بالضبط بالضبط أيضاً. هي نفسها يعني راح تكون مشكله بالنسبه لاهله. زين، فقلت لك يعني غياب التوعيه مرات ما يفيد بس التوعيه. لا لازم اكو قانون يضبط بالضبط. هذا الشيء بالضبط. يعني ما معقول انت تظل تخلي هذول الناس تسمح لهم انه ينجبون ناس مره. هذا الشخص توعى وقت اللي قالوا له هذا الولد اول واحد عنده هاي المشكله، هاي بعد ما صار عنده توعيه بس هو ما عنده قانون ردعوا بانه لا ما تطيق انت بالضبط. تخلف بعد اكثر حتى لا على الاقل اهتم بهذا الطفل المريض اللي عندك بالضبط. زين، حتى يعني على الاقل تطلع من حقه. زين، هاي سوى لازم اقصك السنه. انا ما مزوج، انت مزوج. فالقصد يعني الى متى الناس قلت لك مرات توعيه هاي خيار انه انت تختار اوكي تمشي بينا او لا. اكو ناس لا والله ما يفيد معه، لازم الا يصير ضغط على الحكومه وتسن قانون وهاي ينقاد لها. زين، بذكر الحكومه والاجراءات الحكوميه، ونحن اليوم بمستشفيات كرفانية، مستشفيات مواقع بديلة،
لا تلبي حاجة وطموح الخمسة مليون نسمة. صحيح. في محافظة نينوى خلينا نقول، أو مدينة الموصل ثلاثة مليون نسمة. أشون تغشع الواقع الصحي اليوم بالموصل بأي درجة، وين نحن بالضبط؟ أوكي، أنا من راح يعني أحكي لك على الواقع الصحي، راح أنطيك هو من منظوري أنا كطبيب، لكن السؤال أكيد أنت كنت سمعته وكنت سألته لكثيرين من الناس العامة اللي من منظورهم اللي هو كمريض كحالة اللي تتقدم له الخدمة، زين اللي عايحس بالنتائج فعلا هل أنه كوشي ولا لا. فاللي يعني خلي لا نكون متفائلين، ما بس متفائلين، خلي نكون واقعين أكثر ونوصف الحالة مثل ما هي. الوضع يعني ما مزري، بس يعني الخدمات جدا قليلة مقارنة بمدينة عدد نسماتها وهو ملايين كذا، أربعة أو خمسة، زين قد يكون لأن إحصاءات مالي حد الآن ما أعرف يعني إيش صار من عنده، زين وعلى مستوى البلد نفسه مقارنة بغير بلدان. يعني نحن لي حد الآن دائما نقوله مشكلتنا نحن كطب، أنا قاعد أحكي لك من نظرتي، لأن أنت قلت لك أنت بالإذاعة وأكيد كنت سمعت مشاكل الناس طبعاً. بالخدمة اللي عاد تتقدم لهم. الفكرة وين؟ أنه نحن كأطباء نفسا نعاني منه. يعني أنا هسه إيش استفاديته من أنا طبيب قاعد من الطوارئ وأنت تجيني عندك حالة طارئة وأنا ما عندي الدواء، وإيش يفيد العلم اللي بغاسي؟ صح. فنحن بالضبط دائما أوصفه كجندي بلا سلاح، زين متدرب وكل شيء امورك كل شيء امورك تمام، بس انت ما عندك سلاح، زين كالعاده يعني اسباب كثيره ما نغد ندخل بيها، بس كالواقع هو هذا انه نحن عن صراحه عن كن بالواجهه في كثير من الاحيان انه نتحمل ملامه السبب اللي هو الحكومه، زين التقصير اللي هو من المسؤول عن النظام النظام الصحي زين بشكل عام والنظام الصحي بشكل خاص، سواء عدد المستشفيات، عدد الردهات، عدد السرة الى اخره، الادويه الصحي اصلا زين والادويه المتوفره زين اللي موجوده او لا. يعني مثلا يجي المريض اقول والله راح اشتري هذا العلاج من باغه، انا عندي العلم اقول له هذا اللي تحتاجه زين، بس هو ما موجود هون لازم يشتري من خارج المستشفى زين حتى يتعالج. فلما اقول له هذا الحكي هو ما راح يعرف كلش مليح انه الدوله ما مفضله، خليك انت اللي هو يعرف، بس بحقيته خلينا نقول هو مشعول قلب يعني مشعول قلب، منو راح يطلعه؟ حيطلعه بيه هذا المسكين، اي راح يقول لي شلون مستشفى هذه، شلون دكاتره انتم، شلون ما اعرف ايش، ما عندكم ادويه على شن فتحين لو تعزلون. وكثير كنت سمعنا يعني جمل كثيره وما عندكم ضمير وانتم الانسانيه وصاروا، راح نحكي بهذا الموضوع كثير بينه بتفاصيله، راح نحكي بس بعد هذا الاتصال. معنا مرحبا يا قيصر. اهلا اهلا قيصر، شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام المتابعين والمشاهدين. وعليكم السلام يا قيصر، البرنامج وان شاء الله دوم بخير وان تألق الى تألق. تسلم يا قيصر، ونشكرك اكيد دائما كلامك الرائع يعني تبادر بينه، فنشكرك اكيد. وأكيد الرائع، شوف كلها رائعين. تسلم يعني الله يخليك. الله يخليك. قيصر، برأيك الطب والعلم ونحن اليوم بال 2021 راح ينتصر على الخرافات والموروث عند الناس، أم أنهم راح يبقى حتى جزء منهم يؤمنون بشوية من الطب وشوية يعني رجل هنا ورجل هنا؟ والله بالوقت الحالي التكنولوجيا أخذت دور جدا مهم، وبدأت الناس توعى عن طريق الانترنت. تعتقد نحن نستخدم التكنولوجيا استخدام أمثل وحقيقي لو نحن بس فيسبوك ونقلب؟ بالوقت الحالي استخدام التكنولوجيا نستخدمها بشكل خاطئ. نعم. لكن لا أنكر أنه التكنولوجيا قد أضافت شيء من أكيد. التوعية إلى بعض العقول أكيد. المتسيدة بأفكارها والمستبدة بآرائها، لكن أنا ما أنكر هذا الشيء يعني. صح. أنا مع أنه العلم أصبح يعني له معرفة ما مثل قبل، أنه قبل يعني خصوصا يعني عند الأماكن النائية والهاي حتى ننشر معلومة يحتاج لك وقت ويحتاج لك جهد. بالضبط. قبل بس يا صديقي نحن في الوقت الحالي حتى لو أنت مثلا عملت برنامج توعوي الكل يبحث عن الاختصاص،
القلة القليلة تجدهم يقرؤون، وهذا ما أراه في المجتمع. يعني وقتنا حالي هم التعليم للأسف أنا دائما أكررها أنه أصبح التعليم غير مرضي. يعني أشنو السبب برأيك؟ والله السبب الإلكتروني دمر الطلاب دمر الطلبة. يعني أنا قبل ربع ساعة، يعني ما أقول لك قبل ربع ساعة، طالب الصف أول ما يعرف الـ ABCD أو المتوسط، يعني شو تحط لها ساد طيب؟ زين هذا الجيل الشور راح يخرج، زين هذا الجيل الشور راح يصير أطباء الشور، نعم شاطرين بالتوك توك بالفيسبوك. زين سؤالي لك قيصر من رخص أستاذ محمد، لا الفكرة أنه أنت كمستهلك وكمستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك تيك توك ولا إنستغرام، عادة أكثر محتوى أنت تشوفه وتتفاعل معه شنو هو؟ هو أكيد كل واحد يتفاعل حسب أفكاره. أوكي طبعًا. فأنا أنت سؤال أنت شخصياً يعني كمثال يعني أنا أتفاعل ويا أنا أقرأ إذا أحد مثلاً نزل كتاب له، إذا أكو معلومة مفيدة أقرأها وأقرأها معه. زين تسأل بالوقت الحالي زين. منتصر على الساحة المنتصر على الساحة المحتوى الفاشل. أوكي هو الناس مثل ما قلت للأستاذ محمد، يعني من خلال متابعتي للسوشيال ميديا تفضل المحتوى الترفيهي، لكن بشكل عام أنا أسأله قلت أنا ممكن إذا يطلع لي فد معلومة أقرأها. زين أنت تتثبت من مصدره؟ لو أي المعلومة. واحد لو أي واحد ينشر قدامك معلومة تأخذ بيها رأس مال؟ لا أنا كأنا كشخص انه اقرا المعلومه، لكن اذا شفتها غريبه يعني بوجهه نظري اروح ابحث عنها. تسال بعد يعني تعجبني القراءه، لكن مثل ما قلت لك انه انت هسه نزل معلومه قيمه معلومه ثمينه والله راح تجد التفاعل معها جدا قليل، لكن مع احترام لك يعني تنزل محتوى عكس هذا الشيء صحيح ما اضرب ينتشر. مثلا الشخص ينزل محتوى فاشل شخص آخر راح تشوفه وين التفاعل معه، بينما لا تجي أنت كرجل أبسط مثال السعلوسة بالضبط انتشر انتشار غريب. أكو شخصيات كثيرة يعني انتشرت ما أنت المجتمع أخطر شيء من يصير شيء ثقافة مجتمع. صح إحنا عندنا صار المحتوى الفاشل ثقافة مجتمع. داق عزيزي كفكرة أنا بالنسبة إلي أشوفها هي السوشيال ميديا هي سلاح ذو حدين، حال السكين تقدر تقطع بها وتستخدمها صح وتقدر تستخدم استخدام خاطئ. فالفكرة وين؟ الفكرة أنه أنت اللي راح تحدد، سواء حتى لو أكو ألف واحد ينشر محتوى فاشل أو محتوى ترفيهي بدون معنى زين تقدر أنه أنت ما تتابعهم وأكو ناس مقابلهم. السؤال واحد تفضل. ما أريد أطيب أنا البارحة الأخت قالت طيب بغض النظر بغض النظر اكيد يعني انا نعم. بس عادي احنا زملاء وما اقوى الحمد لله. اسالك سؤال، انت خلال ما تطلع عبر الهاتف باي برنامج بالله عليك المحتوى الفاشل تفاعله اكثر لو المعلومه؟ أكيد المحتوى الفاشل ما يراد له تعب، فأكيد أي واحد يجي قاعد بالبيت أو طالع برا بالشارع يقدر يسويه. بس القصد دنطك مثال إيه بس دنطك مثال أنا عن نفسي مثلا دنطك مثال عن نفسي أنا مثلا أكو شخصيات معينة مرات لما نقعد مع جماعتي بالكافتيريا أو بأي مكان معين يقلوا لي على فد شخصيات صراحة أنا ما سامع بيها، قلوا لي هذا معود منتشر ما ظل أحد ما شافه. يا أخي أنا ما شفته ليش؟ لأنه أنا ما صراحة ما متابع هاي الصفحات اللي تطلع هذول الناس. كإنسان ما أعطيك مثال ما أعطيك مثال أنه أنت تقدر بنفسك أنت تتحكم بالشغلات اللي أنت عاد تتابعها وتشوفها. أكيد بس إحنا بالوقت الحالي نحتاج إلى إذن كل اللي يتابعون هذا المحتوى الآباء والأمهات يكفون جهودهم
بهذا الخصوص. كل اللي يعيدون هذا المحتوى الفارغ ومحتوى ما بينه أي معنى إذا هم مقتنعين تماما بالشيء اللي يتابعونه ومتفاعلين معنا، نحن نصل هاي القناعة، وهاي نسبة ما قليلة بالمجتمع. إذا نحن في خطر، ونحن في نحن في وسط الخطر وليس في خطر. أكيد أكيد طبعا. يعني نحن استخدمنا التكنولوجيا بشكل خاطئ ووسيلة الفارغين إثبات النفس، ونلاحظ من خلال ما نراه عبر المواقع التواصل أنه المحتوى الفاشل أخذ مساحة جدا كبيرة، والعقول الجاهلة المتسيدة أصبحت على المجتمع بسبب عدم التعليم، ونتيجتها التعليم الإلكتروني، وكثير من الطلبة تخرجوا ولا يعرف الألف من الياء. والقادم أسوأ، ما متفائل بالتعليم جدا أبد. لكن مع هذا أنه أكو لكل قاعدة شواذ، أنه أكو العالم بدأت توعى عن طريق الطب، أنه طب هاي وهاي الأمور. تمام. وأرجو المعذرة وأخذت. لا لا بالعكس، سعداء جدا باتصالك. تحياتنا لك قيصر، شكرا على كلامك. و راح ناخذ اتصال حتى بس لا نطيل على عمر الفتره. راح ناخذ اتصال من عمر. مرحبا يا عمر. الو استاذ محمد. اهلا اهلا عمر. لا 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 شلونك؟ صحتك اخبارك؟ امورك يا رب تكون بخير الحمد لله. عمر يعني شوي نصل صوت الراديو من يمك بلا زحمي. والله ما عندي اي راديو سهل. عمر لا تنصل صوت الراديو اللي هو ما موجود يمك اساسا. خلاص. زين عمر، نفس سؤالي أوجهه اللي وجهتوني المتصلين قبلك أوجهه لك. أشون تتعاملون مع الحالات المرضية لا سمح الله اللي تصير عندكم؟ هل بطريق الطب والعلم مباشرة أم بطريق الأعشاب والرقية وغيره وغيره؟ لا والله أكثر شيء بالطب والعلم. ها تعيدون هذا الطريق من العلاجات يعني؟ إيه نعم. تمام. ما عندكم ثقافة أنه والله فلاني حكيت قالت هذا يفيد وهذا يفيد وخذونه مليح؟ لا لا احنا مع استشارة طبية. وتبتعدون على ذاك الطريق؟ ايه. استاذ محمد عندي سؤال، إذا حقي موجود موجود هذا خلف الله عليك. حق ايش؟ أنا استاذ محمد احنا ما نعرف. أنا نعم. صديقيات البيعة يقول يعني أخوك قبل أسبوعين فاز برصيد، فما أعرف أنا. فاز برصيد؟ إيه يعني أنا فزت برصيد. لا اللي فاز أوكي أوكي اللي فاز صح أتذكر اسمه عمر أياد. إيه. اللي فاز اسمه عمر أياد. أنت عمر بس عمر تتصل، أنت عمر أخوك أياد ما تمام؟ عبد الرحمن. لا اللي فاز معنا اسمه عمر أياد. كل هلا فيك. الولد اتصل قبل وحتى تاخر هو، واتصل يمكن قبل اسبوع اخذ الرصيد مالته اسمه عمر اياد. اسف هذا. انت عيوننا لك يا معود. كل هلا فيك. الله يحفظك. تسلم تسلم يا عمر، تحياتنا لك. وناخذ اتصال من شاكر. يلا يلا. مرحبا شاكر. اهلا وسهلا، يسعد ايامك. طبعا قبل شويه ما قعدت نايم قعدت اسمع برنامجكم شلون تتحمل الحالة المرضية. ما تمام؟ زين جاوبنا شلون تتعامل؟ دكتور لا شاب لا بدار الدكتور ولا اروح مضمد ولا اروح صيدلة قبل الدكتور. قبل الدكتور. ولا هاي الامور الثانويه اللي هي طرق يعني قد تكون غير معبده يعني للوصول الى الشفاء. ولو سؤال يعني بالنسبه انا قبل اسبوع انا توقعت فزت. انا قلت للمارسن قال راح نتفاوض ما اعرف وين الشركه بس بروح اجازل لحد لان ما اقدر اجلمه. هو شوف شاكر، انت من اتصلت قلت لك الجهه يعني الجهه الراعيه للجائزه قالت انه انت تجي تستلمها، اللي يفوز يجي يستلمها بالتوقع الصحيح مال مباراه العراق وكوريا الجنوبيه ما وانت توقعت صحيح. فحصرا الشخص منه قالوا اللي فاز قلنا انا مشاكر. قال يابا شاكر يجي هو وشخص اخر معانه بالمطعم ولو وجبتين مجانيتين. هاي مو انا، نحن ايضا نحن ما طرف بالموضوع، نحن تكلمنا معاهم لكن هي رفضوا قالوا ما يصير يتبرع بالجائزه يجي هو بحد ذات نفسه. ما تمام. فنحن اليوم ما منطق نعمل شيء اكثر بعد صراحه. زين بس انت فغحتني من قلك قلنا نتفاوض معاهم يعني انا حسيت الموضوع وتشكيل الحكومه مع انه لحد الان المحكمه الاتحاديه ما صادرت عن النتائج. محمد والله انت مستلمات من الجاجه مشارك لكم اكبر جاجه والله اتشرف اكيد للمره مليون. زين شاكر، بما انه انت يعني على المشاركه فعندك سؤال تحب تطرحه على الدكتور عبد الله؟ لا
لا ها بالنسبة للعلم هاي اللقاحات شو قدعات مطلعين عليها جماعة يقولون الفايزر مزين جماعة يقول أخذ الصيني إذا واحد أخذ الصيني يعني بيه شيء إشكال زين أنت أي لقاح أصلا أخذت لما أخذت بعد لا ما أخذ والله بخلصين من اللقاح وأنا ملتزم بالوقاية أنت زم الوقاية كليرة بالجيش بالعسكرية اللي قحت يوما بالفاش كليرة أي هاي يعني سب جديد لا لا انا حسبها لسه بالجديد اي بالنسبه للقاح مال كورونا اللي موجود هسه غالبيه هو فايزر ويمكن الصيني على مستوى اقل والاسترازينيكا اقل اللي هو اللقاح البريطاني لكن اللي كنصيحه او ك انا انقل لك النسب مال الفعاليه فايزر دائما هو الاعلى اعلى من الصيني ايش بينه شوف هسه انا كنت احكي مع الدكتور محمد مع استاذ محمد على الموضوع زين فنفس الحاله زين انه الناس مقتنعه بانه بعد سنتين يموت طبعا هذا الشيء ما موجود هذا اكو فد بروفيسور لا هذا بروفيسور امريكي لا ما متعاقب ما متعاقب وسليم وحي يرزق كل شيء ما بيه حتى ولا بالسجن يعني انا يعني نزلت عنه منشور بوقتها على حسابي فالفكره وين انه هذا اللي قال ابو بعد سنتين وتموت هو على اساس ينسب لواحد بروفيسور فرنسي طبعا هو ما قال هذه الجمله بالضبط لكن نسبت اليه انه قالوا هذا الشخص قال وطبعا اكو لقاء حصري معه بالموجود طبعا المقاطع مع مالته باليوتيوب انه الكلام مالته اذا الترجمه هو الترجمه الحقيقيه فما عنده اي هاي السالفه فهي اصلا هذا الموضوع بدا ما بالعراق اصلا بدا باوروبا العراق انا اقول لك عندنا ولد بدا رسم من عند انا ابن 50 ضعيف زين رسم من عند اللقاح ثلاث كان بالافراج شوف عزيزي هي ما لها علاقه هاي ما بعد اللقاح مباشره لا اول ما اخذ اللقاح ثلاث ايام أي شوف يعني. عزيزي هي بشكل عام الاعراض تختلف من شخص لاخر حسب المناعه حسب المناعه اهم عادي ما ياثر يعني ما يتعارض ما يتعارض عزيزي ما يتعارض الصيني. مجال تاخذ الصيني حبيبي الفكره الاساسيه نحن اللي نريدها انه نريد الناس تلقح زين على مود حتى يصير عندها مناعه بغض النظر عن الـ عن الـ عن النوعيه زين لانه هسه نحن بحاله طارئه المرض ينتشر فالشيء المتاح عندنا انه تاخذ لقاح بغض النظر عن النوعيه لكن انت لما تسالني سؤال مباشر تقول لي اي ما واحد اختار اي نوع انا عاد اقول لك يا هو الافضل زين وانت مخير باي شيء انت يعجبك لكن هذا ما يعني انه اللقاحات الاخرى هي غير فعاله ممنون تمام انا عندي علاج ما صالون داخل ما له علاقه يلا صحه وسلامه ان شاء الله شاكر لا بالعكس تحياتنا لك نشكرك الشكر الجزيل طبعا كان اخر اتصال معنا بحلقه اليوم من برنامجنا هو شاكر وبس اريد اعرف ايش واحد يقرر انه ممكن ينطيك دواء يخليك بعد سنتين اسم الله عليك يعني اي واحد ياخذ دواء بعد سنتين يموت اكو اكذ شيء يعني لا هو يعني الفكره من جد لا هو الفكره شلون جت هو بالضبط اول شيء ماكو فد شغله يعني هي بعداد قنبله موقوته حتى بعد كذا وقت عنه تنازلي تصل السنتين يقول لك يلا خلص وقتك ما هي قلت لك الفكره انه الناس ما عندها وعي ثقافه فايش من تنطيها تاخذ تمام. وخاصه من يسبق كلمة الدراسة الفلانية والبروفيسور الأمريكي بالضبط من تعطيه هذا الشيء أوكي بس من يقول أنه فعلا هذا صح زين خاصة من تكون معلومة محيرة وتكون معلومة يعني بيها فد شيء غريب فأكون الناس اللي أصلا مؤمنة أن اللقاحات مضرة فأكيد يعني إيش من تعطيها معلومة ضد اللقاحات راح تأمن بينه راح تقتنع بينه بس بشكل عام هو هذا الشيء اصلا ما صحيح لانه ما حد ما يقدر يضمن ايش راح يصير بس انت من تعرف اليه عمل اللقاحات راح تعرف هل انه فعلا هاي وين عاد تشتغل حال الادويه زين وهل انه الاثار الجانبيه ايش من شيء راح تكون غالبيتها تقريبا مبينه ومعروفه تمام لكن هاي ما لانه يسبب عقم ما لانه يسبب قلت لك الموت بعد سنتين وكثير شغلات
ما لها اي اساس. تمام. وشغله انه اذا تاخذ لقاح ما يصير تعمل عمليه بعده. بالضبط. انا شخص عمل عمليه زراعه شعر بنج موضوعي كان بعد 10 ايام ما 10 ايام اقل اسبوع تقريبا من الجرعه الثانيه من اللقاح. ايش قد ما انتشرت هي المعلومه خاصه انتشرت على طبيب الاسنان. انا من الناس كنت بالضبط على طبيب الاسنان بس انا كنت متخوف انه اعمل عمليه. انه انت لا تروح على طبيب اسنان لا تاخذ تخدير موضعي الى اخره. وحده قرايبنا تموت لازم. او ما اعرف ايش يعني ما اعرف صراحه ايش الفكره. ايش قد ما انتشرت وحتى وعينا عليها وكذا وصل لحد انه نفس نقابه الاطباء مال الاسنان نشرت بيان. زين نشرت بيان كامل انه من النقابه كويابه انهم اللقاح لا يتعارض مع التخدير لا الموضعي ولا التخدير العام. الفكره فقط انه الافضل الافضل كطبيا وعلميا انه تاخر عمليتك. ليش؟ لانه عاده بعد اللقاح مباشره لحد يوم او يومين يصير عندك اعراض زين جانبيه من اللقاح سواء حراره تعب الى اخره. فما يعني ما مجبور انه انت بنفس اليوم اللي لقحت بينه تروح تعمل بالضبط هاي الشغلات زين. فالافضل انه خليه يمر مثلا 4-5 ايام اسبوع زين وعادي تاخذ اللقاح او تعمل او تاخذ اللقاح بعد 4-5 ايام اسبوع تعمل عمليه وامورك بالسليم. يعني نحن وصلنا الى تقريبا ختام الحلقه اليوم. اريد اعرف منك دكتور عبد الله الفكره الرئيسيه والغايه والهدف الرئيسي اللي انت على موده بديت بطريقك وانت مستمر بينه ومستمتع بأنه أنت تقدم في شيء حلو وحسب ما تعتقد أنه مفيد جدا للناس. بالضبط. إيش هو الهدف الرئيسي يعني؟ قلت لك الهدف الرئيسي أنه الوقاية. الوقاية خير من العلاج. إن هذا من كنت صغير تعلمتونه ودائما أنشره. زائدا حتى يكون أحارب الإشاعات الطبية اللي العالم يعني بدت بيها بشكل ما طبيعي والصفحات بدت تتناقلها وخاصة في ظل وجود من بدأ مرض كورونا إلى حد الآن يعني ما بقى إشاعة ما طلعت. فلازم هوني دور الإحساس بالمسؤولية المجتمعية زين أنه أنت تعرف زكاة للعلم نشره أكيد. زين فأنه أنت تقول لك كموقف تحكي اللي عليك زين إذا غيرك ما عنده وقت أو ما عنده الوسيلة أو الأداة أنه يعمل هذا الشيء أنت على الأقل تعمل اللي عليك. تمام. يعني طبعا تحياتنا لكل اللي يعلقون معنا على البث المباشر. متواجدين معنا سرمد العمار، إيمان عطار باشي، إبراهيم العبيدي، تحياتنا لك خالتنا من إبراهيم، مساء النور. جهان الشكرتشي تقول مساء الخير تحياتي لكم. أحمد محمد، معايشة والقرآن حصني، تحياتنا لكم جميعا. القرآن حصني تقول تحياتي لكادر للكادر والضيف الكريم. وعمر نشوان يقول عاشت يدك دكتورنا الغالي. محمود العراقي يسعد مساكم. أم إبراهيم العبيدي تقول دكتور إذا سمحت سؤال اللقاح يبقى مدة معينة ويحتاج بعد فترة نلقح مرة ثانية؟ أوكي، سؤال كلش مهم وحلو. الفكرة باللقاحات يعني فعاليته ما بس فعاليته خلي نكون واقعيين وأعطيك مثال نحن كنا كل عملناه. السؤال هو اللي عنده طفل فنحن نحكي على الطفل مالته، وإذا ما عنده طفل أحكي عن نفسك. مثلا أنت سالم محمد بعدك سينجل فنحكي عن نفسك. طيب ما قد ذكرني قد عيغني. لا لا هاي أنت حسب ما راح تأخذها. لما كنت صغير لما كنت صغير زين كم لقاح أخذت زين أو إيش تتذكر لقاحات أخذت من كنت صغير؟ أمان شلل الأطفال. بالضبط. زين زين شلل الأطفال نفسه كم جرعة أخذت؟ وحدي كان بس. مستحيل. ما يعني زين بهذا اللي قالوا لك عليه أهلك زين. بس أنت لو احتمال ما سألته ما قالوا لي أصلاً. بالضبط. لمن هسة اللي عنده طفل ليش أقول بالضبط؟ لأنه هو غح يراجع إيش على شغله قدام. بالضبط. يعني لو تجي تحسب جرعات ال لقاح ال شلل الأطفال نفسه راح تكون تقريبا أنت ماخذ 11 جرعة. أوف. زين. هاي كلها أنا عارف بيها. بالضبط. زين. 11 جرعة أنت كنا أخذ خاصة هسه بالحديث. أنت على الأقل يعني أنا وأنت لما كنا صغار جزء أخذنا جرعات أقل. زين. لأنه هي أشقد عي يتطور العلم عي يخشعون أنه الناس بحاجة إلى هذا الجرعة الزيادة اللي يسموه المعزز للمناعة. بفضل هذا الشيء يعني هي ما اعتباطيا جو خلوا الطفل يأخذ 11 جرعة كثيرة. زين. بفضل هذا الشيء ايمت سمعتم اخر مره صاغ اكو شلل اطفال؟ مستحيل. من زمان يعني كل الحالات اللي بين الناس تعدوا ال 35 و40 سنه. بالضبط. يعني يعني اخر مره يعني تتعرف كم قاره لحد الان من السبع قارات
قضت على شلل الأطفال وأعلنت أنه هي فري من شلل الأطفال تقريبا ثلاث قارات زين، باعتبار أنك قارتين يعني هالشكل مثل أوقيانوسيا وكذا أصلا ما بها ناس. فالفكرة وين؟ الفكرة مثلا عندك أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية كاملة الدول مالتها ما بها انتهت من موضوع شلل الأطفال من زين. زين عندك شرق آسيا الصين ماليزيا إلى آخره إندونيسيا زين، هذول من تقريبا من 2008 زين هي معلنوا انتصارهم على شلل الأطفال. جميل. نحن بعدنا يعني من المؤمل أنه تقريبا من هسه لل 2030 المفروض أنه العراق ينتصر علينا وينتهي زين، بس هل أنه أكو حالات؟ لا ماكو، بس باستمرار أنه يستمر أنه يعطي الجرعات. طبعا. فأنت عدد اللقاحات عدد الجرعات راح يتحدد حسب الاستجابه مع الناس. زين لما ما تصل فد حد تقول ايه هذه هسه هذا العدد المناسب انه تقضي على المرض، لان هو هذا الاساس اللي نحن نريد نوصله. مثل ما قضينا على كثير امراض مثل النكاء العفو الجدري زين، الجدري اللي انتهى اصلا، شلل الاطفال اللي راح ينتهي، واكو امراض ثانيه ما مشهوره كثير ايضا باللقاحات خفت مثل السعال الديكي القزاز يعني كلش نادر زين بسبب حملات التلقيح. قلت لك يعني حقق تقدم ونتيجه ملموسه زين. فالناس عاد خاف صراحه من مده معينه ايش قد راح يبقى اللقاح. صراحه ما كل حد الان دراسه تثبت انه اللقاح يبقى مثلا 6 شهور سنه سنتين 10 سنين ما نعرف زين، بس لي حد الان اخر معلومات اللي احكي لك التحديثات مال هاي الاخر 10 ايام انه السي دي سي نفسه يعني اللي هو مركز السيطره على الامراض بالعالم يقول انه الجرعه الثالثه للجميع. يعني انت اخذت جرعتين لك جرعة ثالثة بعد 6 شهور من الجرعة الثانية. زين للكل، لأن قبل يعني شهرين ثلاثة هي موجودة الجرعة الثالثة بأمريكا خاصة فقط للحالات المعينة، مثلا الأطباء اللي دائما مع المرضى الكبار بالعمر اللي عندهم أمراض مزمنة، في حيث أنه ممكن إذا ينصابون شغلة تخوف على حياتهم فالأفضل أنه يأخذون جرعة ثالثة. أما هسه للكل. لكن العراق لحد الان ما طاع وزاره الصحه ما طاعت الموقف معين ما يعني لحد الان احنا تعرف المعلومه اللي انتشرت قبل يمكن كم يوم او بالبشير يمكن الاسبوع اللي فات حكى عنه تقول ان وزاره الصحه لو راح نمشي على هذا التسلسل وهذا المسار راح تقريبا من هون 30 سنه يلا راح العراق يلا يصير يصل نسبه 80% زين من اذا بالضبط يعني هذا كان الكلام. فالفكره وين؟ انه الاعداد هسه تقريبا بالعراق وصلت 7 ملايين ملقح زين، حول العالم تقريبا وصلوا تقريبا 4 مليارات او اكثر 5 مليارات زين من السبعه العدد الملقحين. فصراحه الناس اللي حدنا كثيرين بالعراق 7 ملايين، بينما انت لو تجي تحسبها نسبه وتناسب 40 مليون يعني تقريبا انت اللي 10% او 15% اللي هي تقريبا ماخذين اللقاح. نسبة كلش قليلة راح تظل معناته الموجة راح تضغبنا قبل غيرنا زين، ليش؟ لأنه أيضا كالعادة ما توقعنا أكيد ماكو توعية كالعادة يعني تصحيح للمفاهيم. من جاء الأخ السؤال المتصل قال أنا خاف لا بعد سنتين أموت، حقه كوهنا ما بالسهولة أنه أجي أخذ أحقن نفسي بشغلة الناس عتقول كوهاي تموت صح، والانت لما تغيد والعامل النفسي مهم بالضبط مهم جدا زين. فانت لازم تطمنهم، لازم تاخذ تطمنهم بس ما بشيء كذب طبعا، لازم تطمنهم بشغله علميه صحيحه متاكد منها زين. اما الشغله محيره لا والله انا من عندي اقول لك ما اعرف. تمام. شكرا لكل المعلومات دكتور عبد الله، سعد جدا بلقائك وبهذا الحوار الصريح والجميل والمفيد واللي بينه كثير غنى من المعلومات، اكيد نشكرك عليها دكتور عبد الله شامل. اهلا وسهلا عزيزي، تشرف اليوم وجودي معاك كثير صار زمان. أكيد. الحمد لله كان يعني لقاء خفيف. اكيد شكرا ان شاء الله كل الناس استفادت منه اكيد باذن الله. مستمعينا شكرا لحسن اصغائكم، نشكر ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور عبد الله شامل الطبيب والانستغرامر في مواقع التواصل الاجتماعي بمدينه الموصل. شكرا لديمتري اللي كان اليوم على الاخراج، تحياتنا لهو، وان شاء الله نلتقيكم يوم غد بحلقه جديده وموضوع جديد وسؤال ايضا جديد. تقبلوا خالص تحياتنا وتقبلوا تحياتنا. محمد زكريا، الى اللقاء. مش عيب المل